السلام عليكم، اهلا ومرحبا بيكم في قناة يوميات سوما المصرية. النهاردة معانا فيديو جديد، زي ما انتم شفتوا كده في عنوان الفيديو. احنا هنعمل مع بعض النهاردة الكاتشب الصحي، وطبعا موفر جدا واحسن من هاينز. وطبعا احنا شفنا الفيديوهات الكتير اللي انتشرت على اليوتيوب، يعني الكوارث اللي من ورا هاينز، يعني والاساليب اللي هي مش كويسة اللي هما بيصنعوا بيها الكاتشب. فاحنا هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وسلسة. ده معانا كيلو طماطم سلقناه عادي جدا، حطينا قطعنا الطماطم عادي وحطيناها على النار لغاية لما اتهرت كده، وبعد كده شلناها ضربناها في الخلاط، وزي ما انتوا شايفين لسه كده البذر والتفل فيها. ده اختصارا للوقت يعني. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هصفي الطماطم وهرجع لكم مرة تانية. وبكده يا جماعة صفينا زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا، وبقت خالية خالص من اي بذر واي قشر خالص. طيب معانا ايه بقى المكونات بتاعتنا بقى؟ طبعا قلنا كيلو طماطم معصورة ومضروبة ومتصفية، ومعانا هنا التوابل بتاعتنا. معلقة بصل بودرة، معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة كبيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بابريكا. لو عايزينها سبايسي يا جماعه هتخليها، يعني لو عايزينها مشطشطه كاتشب مشطشط، هتخلي بدل البابريكا ديت هتخلي بدلها معلقه شطه، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه كبيره ملح. دي كده التوابل بتاعتنا. ومعانا كمان نص كوبايه خل وكوبايه سكر. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي ننزل كل المكونات بتاعتنا دي مع بعض كده على الصلصة والتوابل كمان بتاعتنا، التوابل كلها مرة واحدة، ونبتدي نقلب كل الكلام ده مع بعضه. طيب قلبناها كويس، هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنرفعها على النار، خليكم معانا بالطريقة دي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده رفعناها خلاص على النار. هنبتدي بقى ايه نقلب فيها ما بين فترة للتانية، يعني علشان خاطر شايفين كده هو لونها اصلا اغماء، هتبتدي ان هي تأثر وتغمق اكتر من كده. هوريكم القوام اللي انا عايزاه بالظبط لما تغلي، وهرجع لكم مرة تانية. وادي يا جماعه الكاتشب بتاعنا بيغلي اهوت على النار، زي ما انتم شايفين قوامه اهو عمال بيتقل، وكل لما هنسيبه على النار اكتر كل ما هيتقل اكتر. طيب في ناس بتحب تحط له، يعني بتحب تحط له نشا متدوبه في شويه ميه، بس انا ما انصحش بصراحه، هتفتح اللون الجميل ده معانا. شايفين اللون ده هيبقى فاتح اكتر من كده. طيب انت حابه تحطي نشا، في حل علشان اللون ما يروحش، ان انت تضيفي نص بنجرايه للطماطم وهي بتتسلق، او شريحه بنجر، يعني مش لازم، يعني ممكن نص بنجرايه صغيره او شريحه بنجر كبيره. هتبتدي تضيفيها للبطاطس الطماطم وهي بتتسلق، وبعد كده تضربيها معاها في الخلاط عادي وتصفيها، فمش هتبان خالص. ولو ده لو حابه تحطي نشا مع الكاتشب، بس زي ما انتم شايفين اهو، شايفين قوامه بيتقل ومش محتاج نشا خالص، يعني بصوا ما نزلتش من المعلقه اهي. فانا هسيبه اكتر لاني بحبه اتقل من كده، هسيبه يتقل اكتر من كده وهرجع لكم مره تانية. انا كده يا جماعه خلاص طفيت على الكاتشب بتاعي، زي ما انتم شايفين قوامه تقل اهو من غير نشا ولا اي حاجه. شايفين بينزل بصعوبه ازاي غير لما كان سائل الاول. هنسيبه يهدى شويه وهنصبه مع بعض. وادي كده يا جماعه الكاتشب بتاعنا، يعني الى حد ما هدي شويه زي ما انتم شايفين كده. وهنا انا عندي علبه هاينز زي ما انتم شايفين كده، دي قديمه، والقمع دوت، وهبتدي كده
شايفين السمكة تقيل ازاي، حتى بينزل بصعوبة حتى من القمح. وبدون نشا وبدون اي حاجة. وادي يا جماعة كده الشكل النهائي للكاتشب بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين عمل كمية كبيرة جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين اللون زي بتاع بره بالظبط. عمل لي البرطمان دوت، وعمل لي كمان ازازة الكاتشب اللي كانت موجودة عندي، وكمان عمل لي الطبق ده. فبصوا كده عايزة اوريكم كمان بعد ما برد شوية السمكة بتاعته عاملة ازاي. خلاص بقى عامل زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، شايفين؟ علشان خاطر ينزل اهو لازم ان احنا نقعد نعمل كده، شفتوا؟ اهو زي ما انتوا شايفين اهو الصورة بتتكلم على نفسها، زي بتاع بره بالظبط في السماكة، بدون نشا بدون اي اضافات، مفيش غير التوابل اللي احنا حطيناها. ومكوناته كلها طبعا طبيعية زي ما احنا شفنا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهستنى تعليقكم الجميل تقولي ايه رأيكم في الكاتشب الصحي بتاعنا النهاردة. وعايزة اقول لكم على معلومة اخيرة قبل ما اقفل الفيديو، الكاتشب بتاعنا ممكن يقعد اخره يا جماعة في التلاجة اسبوع، لان ما فيهوش اي مواد حافظة. عايزين تحفظوها تحفظوه زي ما انتم شايفين كده في برطمانات في الفريزر، لغاية لما تحب تستخدموه تطلعوه قبلها بساعة او حاجة، هيكون فك وبقى معاكم زي الفل. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. واخر حاجة هقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.